السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من دورة تعلم البرمجة مع عوجة. بهاي الحلقة بالبداية راح ناخذ بعض المفاهيم الأساسية اللي لازم نفهمها بالبداية عن البرمجة. أول شيء لازم نعرف شنو الفرق بين أو شنو معنى برمجة، شنو معنى برنامج، شنو معنى لغة برمجة. البرمجة هي طريقة للتواصل ويا الحاسبة، لكن السؤال هنا شنو اللي يخليني أنا أتواصل ويا الحاسبة؟ أني في أحد المشاكل اللي ممكن تواجهني بالحياة، مثلا أنا عندي مجموعة من الطلاب أريد أحسب معدلاتهم على مود أشوف منو الطالب الأول. لنفرض عدد الطلاب 10، فبكل بساطة على مود أطلع معدل كل واحد أحسب المجموع للدرجات أو الدروس مع كل طالب وأقسمها على العدد ويطلع المعدل، وبعدين أقارن بين هؤلاء الطلاب الـ10 اللي حصل على أعلى معدل هو الطالب الأول. هاي العملية ممكن تتم باستخدام الحاسبة الإلكترونية وممكن ورقة وقلم وينتهي الموضوع. ولكن إذا كان عدد طلاب 1000، يعني مدرسة كاملة، هذا العمل ممكن يتم ولكن يأخذ وقت وجهد، ممكن يتعرض إلى أخطاء. لذلك نتجه للبرمجة. البرمجة راح تسهل هاي العملية، أكسب بيها وقت ودقة بالنتائج وجهد أقل. فلذلك أنا راح أتجه للحاسبة على مود أتواصل وياها. زين، شلون راح أتواصل وياها؟ أتواصل وياها بمجموعة من الخطوات أو مجموعة من الأوامر بحيث تنفذ لي العملية اللي أنا أريدها. لذلك مجموعة الخطوات اللي أنا راح أكتبها اللي بحيث تفهمها الحاسبة نسميها برنامج. زين، شنو لعد معنى لغة برمجية؟ اللغة البرمجية حالة حال اللغات اللي موجودة عندنا، مثلا اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، هي وسيلة للتواصل بها مجموعة من القواعد بحيث المقابل يفهمني. فأني أستخدم لغة برمجية معينة وفق قواعدها أكتب البرنامج أو أكتب الخطوات اللي أني أريد من الحاسبة أنه هي تفهمني. لذلك إحنا راح ناخذ بهذا الدواء لغة سي بلاس بلاس. شنو اللي يخلي لغة سي بلاس بلاس انه ناخذها كمثال على مود نتعلم برمجة؟ اول شيء لغة سي بلاس بلاس هي لغة مشهورة وسريعة بالتنفيذ، وعدد هواية من الناس يدرسوها في كليات الهندسة او كليات العلوم، او حتى اكو مصادر على الانترنت وكتب ومؤلفات كثيرة. وبنفس الوقت لغة سي بلاس بلاس الإمكانيات مالتها والتقنيات والأدوات اللي بداخلها تهيئني إنه أني أفهم البرمجة ويكون عندي فكر برمجي، أفهم كل إمكانيات البرمجة عن طريق هذه اللغة. هسه إحنا خل نفهم يعني شنو طبيعة البرنامج، يعني من ايش يتكون. دائما البرنامج يتكون من 3 أجزاء. دائما او خلينا نقول يعني هو الشكل العام انه اكو عندي بيانات معينة او معلومات تدخل للحاسبة عن طريق
كتابة هذا البرنامج، وبعد ذلك هاي البيانات تتم لها معالجة، انه اني مثلا ادخل بيانات الطلاب، درجاتهم، الحاسب هي تحسب المعدل وتطلع لي الطالب الاول، فهاي المعالجة. وبالاخير وما تتعالج هاي البيانات تطلع لي النتائج على الشاشة. بالدروس الجاية راح نفهم أكثر عن طبيعة البرنامج والهيكلية مالته، وإنه وين يكون الجزء لإدخال البيانات، وين يكون جزء المعالجة، وين يكون جزء النتائج. بس هذه مقدمة بسيطة على مود واحد يفهم شنو الفرق بين برمجة وبرنامج ولغة برمجية وتفاصيل البرنامج. فبيجي حاله هسه احنا راح نتجه للكود بلوك ولكتابة البرامج. الآن نبدي نكتب أول برنامج، ولكن لازم بالبداية أسوي لي ملف جديد لكتابة خطوات هذا البرنامج. شلون أسوي ملف جديد بالكود بلوك؟ أروح على قائمة فايل، أختار نيو، ومن عندها empty file، راح يجيني فايل فارغ جديد. قبل ما أبدي أكتب البرنامج لازم أحفظ هذا الفايل أو الملف عمود إذا أحتاجه بالمستقبل ممكن أعدل على البرنامج. فشلون أحفظ الملف؟ أروح على قائمة فايل، أختار save file. هنا راح ينطيني موقع معين للحفظ، ممكن اختار الديسكتوب، ممكن اختار اي مكان سي او دي موجود بالنسبة للحاسبة. انا بالنسبة لي مسوي فولدر اسمه بروجرام احفظ به الملفات مع البرنامج، ولكن انا راح اسوي ملف جديد، يعني فولدر جديد اللي أول برنامج عمود أحفظ بيه الملفات اللي بداخله. فهنا أكتب first program، أدخل داخل هذا الفولدر، وهنا أنطي اسم الملف مع البرنامج مالتي، أقول مثلا first let's go program dot، هاي شغلة مهمة، cpp، يعني معناته هذا الملف نوعه ملف لبرنامج C++، هاي شغلة كلش ضروري، وأتأكد هنا إنه نوع الملف سي سكور سي بلس بلس فايل، سي سلاش سي بلس بلس فايل. بعدين أضغط على سيف، مباشرة الملف تحول اسمه الى firstprogram.cpp، وانطاني تلميح على موقع البرنامج. لو نروح على الفولدر راح نلقي فولدر اسمه firstprogram، وبداخله الملف مع البرنامج مالتي. لنفرض على سبيل المثال مثلا انا غلقت هذا البرنامج، طبعا هاي بس اول مرة احنا نخلي عليها صح، نقول له نو، افتح البرنامج من جديد مثلا، طبعا هسه من اغلقها ما راح تطلع دلوقتي. افتح البرنامج، أريد أفتح البرنامج اللي أني أو الملف اللي أني سيفته سابقا، أقول له فايل أوبن، أو أختار الموقع اللي أني كنت مسيف بيه، هو أوتوماتيك جاوبني على آخر موقع أنا مسيف بيه، فأختار الملف وأقول له أوبن، أجي الملف
مع البرنامج مالتي. زين، هسه احنا شلون نبدي نكتب برنامج بلغة سي بلاس بلاس؟ لغة سي بلاس بلاس كتابة البرنامج بداخلها يختلف عن كتابة البرنامج بلغة ثانية، مثلا فيجوال بيسك أو ماتلاب. يعني طريقة التعبير عن الخطوات اللي تفتهمها الحاسبة بلغة سي بلاس بلاس تختلف عن بقية اللغات، لذلك أنا لازم أفهم شلون البرنامج ينكتب. البرنامج بلغة سي بلاس بلاس عمود الحاسبة تفتهمه انه انت قاعد تكتب بهاي اللغة، وده تقصد انه انت تريد تبدي تكتب بداية برنامج، لازم تحدد مجموعة شغلات يبين انه انت تريد تكتب برنامج. يعني على مود الحاسبة تفتهم انه انت ده تقصد بداية البرنامج، لازم تكتب كلمة مين. طبعا بالمناسبة احنا الحجم مع الملف نحاول نكبره على مود نقدر نشوف بوضوح. نروح على Setting Editor، نروح على هذا الاختيار اللي هو فونت، خليه مثلا هو حجم 10، خليه 20، نقول له اوكي، نقول له اوكي. نعم صارت الكلام اكبر، نقدر بوضوح ان شاء الله. فعلى مود ابدي اكتب البرنامج بلغة سي بلاس بلاس، لازم ابدي اول كلمة اكتبها main، اللي هي هاي معناتها بداية البرنامج. main بالانجليزي معناتها الرئيسي، وبعدين راح نفهم ليش هما مختارين مين نوصل إلى مرحلة الدوال. هو بالحقيقة البرنامج هذا مين هو عبارة عن دالة. زين، وبعدها نكتب هذا القوسين، هذا معناته إنه أني بديت أكتب بداية البرنامج. الحاسبة مباشرة من تشوف هاي الكلمة وهاي القوسين معناته قاعد تفتهم من عندي انه اني اريد ابدي اكتب البرنامج اللي اني اريده. زين، البرنامج اللي اني اريده لازم الخطوات مالته او الاعازات او الاوامر اللي اريد افهمها للحاسبه لازم اخليها بين هذني الاقواس. هذني الاقواس شكلها يعني بس كتبت هذا مباشره، ضغطت انتر مباشرة هو طلع لي هذا القوس، يعني هذا يعني بداية القوس وهذا نهايته. اذا اريد امسحها ابدا اكتبها من جديد مباشرة، بس كتبت اول واحد هو مباشرة غلقه. بيجي حالة هسه هذا هو الهيكل مال البرنامج، يعني هذا البلوك الخاص بالبرنامج. انا يعني بعدني ما كاتب اي اوامر، بس لغة سي بلس بلس على مود تفتهم انه اني اريد ابدي اكتب برنامج لازم اكتب هذه العبارة main وهذن الاقواس. بعدين الاقواس هاي خاصة انه بداية ونهاية الخطوات اللي بداخلها، هنا راح اكتب الخطوات. فهسه مثلا هذا البرنامج شلون اريد انفذه، يعني اريد اشوف التنفيذ مالته، النتائج مالته. هو كل برنامج من اني اكتبه لازم اكو نتيجه، النتيجه وين راح تطلع؟ راح تطلع على الشاشه اشوف النتائج. زين، شلون انفذ البرنامج؟ اروح على هذا الاختيار، هاي الايكون بولد اند وان، من اضغط عليها راح تطلع لي هاي الواجهة اللي هي تمثل الشاشة. هنا هاي الكلام شنو اللي طبع لي؟ هذا الكلام هو خاص بالبرنامج مال كود بلوك. هنا شو ايش قاعد يقول لي؟ دا يقول لي انه البروسيس تمت، returned الاكسكيوشن تايم، وقت تنفيذ البرنامج
أخذ 1.206 سكند من الثانية. هذني معلومات ما تهمني بالبرمجة يعني حاليا. هذه العبارات تخص البرنامج مال كود بلوك. وهنا دا يقول لي press any key to continue، أضغط enter وتنغلق الشاشة مع التنفيذ. ولكن القصد انه البرنامج تنفذ، بما انه طلع هذا اللون الاخضر معناته اني ما عندي اي مشكلة خطأ بكتابة البرنامج. انفذ مرة ثانية، هذا الكلام اني ما لي علاقة به، بس انه الشاشة طلعت فارة اللي هو كل شيء ماكو مكتوب لحد الان. اني يعني ما قلت للبرنامج انه شنو الخطوات اللي اني اريد اسويها بالبرنامج، فقط لا اكثر ولا اقل، بس مجرد كتبت البرنامج. اذا هذا ابسط برنامج ممكن اكتبه باللغة سي بلاس بلاس، اللي هو لا اكو بيانات مدخلة ولا اكو معالجة ولا اكو نتائج عرضت على الشاشة. فلازم افهم انه اني من اريد ابدي اكتب برنامج بلغة سي بلاس بلاس، لازم ابدي بهاي الخطوة اللي هو main، هذا القوس، هذا بداية الخطوات وهاي نهايتها. لازم تكون الخطوات اللي اكتبها هنا زين. اني هسه ابسط شيء، ودائما اكو ابسط برنامج ينذكر بأي لغة برمجية واحد يريد يتعلمها، انه اول فكرة انه شلون اني اعرض فد رسالة معينة على الشاشة بحيث من يتنفذ البرنامج تطلع لي هاي الرسالة. هذا ابسط برنامج. انا على مود افهم الحاسبة او افهم لغة سي بلاس بلاس، انه اني اريد هذا الشيء من عندها، انه تعرض لي فد رسالة معينة او جملة معينة على هاي الشاشة السوداء اللي احنا نفذناها، لازم اكتب فد عبارة معينة او فد امر معين لغة سي بلاس بلاس، راح تفهمه من عندي وراح تفتهم اني شنو اللي اقصده بهذا الامر. يعني انا قلت اريد تطلع على الشاشة رسالة او عبارة معينة، لغة سي بلاس بلاس تقول اوكي زين، شنو الشيء اللي اكتبه على مود لغة سي بلاس بلاس تفتهم انه انا اريد اطبع. هي تقول لي لازم تكتب لي فد عبارة معينة بالبداية، انا من خلالها افهم انه انت تريد تطلع فد عبارة معينة او تطبع عبارة معينة على الشاشة. شنو هاي الكلمة اللي احنا متفقين ويا لغة سي بلاس بلاس، بحيث من اقولها هي راح تفتهم شنو القصد اللي انا اقصده. الكلمة هي طبعا يعني ابدي اكتب مثلا سي اوت، هنا انطاني مجموعة اقتراحات بس هي هاي الكلمة سي اوت. سي من اختصار من كلمة يعني لغة سي بلاس بلاس، واوت معناته خروج، يعني معناته طلع لي فتشي على الشاشة من سي بلاس بلاس. تشوف هاي الكلمة اللي انا كتبتها واسن تفتهم انا شنو اللي اقصده. اللي اقصده دا تقول هي انه هذا الشخص اللي دا يكتب هاي العبارة قصده انه يريد يطبع فد كلمة او فد عبارة على الشاشة. زين، هنا على مود يعني افصل هاي الكلمة عن العبارة اللي أنا أريد أطبعها، لأن لازم بعد ما قلت هاي الكلمة لازم أقول العبارة، فأضغط space وأبدي أكتب العبارة اللي أنا أريد أكتبها. مثلا أريد أكتب أقول welcome Archer، مثلا هاي العبارة أريدها تطلع على الشاشة. فهسه اني لغة سي بلاس بلاس حددت لها الجملة اللي اني اريدها او الرسالة اللي انا اريدها تطلع على الشاشة، وبنفس الوقت قلت لها هذا الشيء عن طريق فد كود، فد شفرة بيني وبينها، هي راح تفهمها.
شلون تفهمها؟ بما انه انا قلت لها سي اوت، هي راح تفهم انه هاي الجملة اللي اني ذكرتها بعد سي اوت هي اللي لازم تنطبع. بس هو الموضوع ما يخلص لهنا، هي تقول لي هاي الجملة اللي انت تريد تطبعها لازم تخليها بين علامتي اقتباس على مود افهم بداية الكلمة ونهايتها، او بداية الجملة ونهايتها. يعني لازم قبل كلمة welcome اكتب هاي من الكيبورد موجودة على حرف الطاء اللي هو هاي يسموها double quotation، وبنهاية الجملة من تخلص هم اكتبها على مود تنغلق. فهسه سي بلس بلس راح تفتهم من عندي انه اني هاي الكلمة او الجملة او الرسالة بين علامة الاقتباس هذا اللي اني اقصده، او هاي الرسالة اللي اني قصدتها انه لازم تنطبع. فهي راح تفهم انه بداية الرسالة تبدأ منها ونهاية الرسالة تنتهي هنا. زين، هنا سي يعني لغة سي بلس بلس يعني التصميم مالتها مو لهنا ينتهي، ينتهي انه اني لازم اكتب هاي العلامتين، يعني علامة الأصغر من أو الأكبر من، وتكون يعني دبل اثنين على مود أفصل بين هذا الكود أو الشفرة اللي بيني وبينها، بيني وبين لغة سي بلاس بلاس اللي هي تفتهم من عند هاي الكلمة إنه أنا أريد أطبع فد رسالة على الشاشة، وبين الرسالة أصلا. أسوأ يقول شنو هالتعقيد؟ هي هاي لغة سي بلاس بلاس، هما هيج مصمميها التصميم مالتها. احنا مثل اللغة الإنجليزية، ليش بالبداية يجي مثلا الفاعل يلا الفعل؟ احنا باللغة العربية الفعل يلا الفاعل، هو تصميم اللغة هيج. بس احنا نركز على الفكرة، الفكرة انه اني من اريد اسوي فد شيء معين لازم اذكر فد كود او فد كلمة اللغة البرمجية تفهم اني شنو اللي اقصده، وانطيه الشيء اللي اني اريده. اني اريد اطبع رسالة فلازم اكتب الرسالة زين، واكتب هذا الشيء على مود يفصل بين هذه يعني الكلمة او الدالة هاي يسموها بالبرمجة، وبين الرسالة اللي اني اريد اطبعها. زين، لهنا خلاص؟ لا، سي بلاس بلاس تقول على مود تنتهي الجملة البرمجية، هاي كلها تعتبر جملة برمجية صارت، هاي كلها تعتبر جملة برمجية متكونة من رسالة ودالة الطباعة، هاي يسموها دالة الطباعة أو دالة الإخراج على الشاشة. فعلى مود سي بلس بلس تفتهم إنه الجملة البرمجية انتهت أو خلصت، لازم اكتب بالنهاية الفائزة المنقوطة. بيجي حالة هسه اني هاي الجملة سي بلاس بلاس راح تفتهم انه اني اريد اطلب من عندها تطبع لي فد رسالة معينة، بما انه اني ذكرت هاي الكلمة، وهذه الرسالة موجودة بين علامة الاقتباس، وانه الجملة البرمجية انتهت. زين، هسه انفذ، خلينا نشوف. هنا ما تنفذ البرنامج، ليش؟ طلع لون احمر. ايش دي يقول لي هنا الخطأ؟ يقول لي error C out was not declared in this code. شنو معناته؟ معناته انه هاي الدالة سي بلاس بلاس من تقول انه انت ذكرت لي اياها، اني ما اعرفها اذا ما تحددها باي ملف من ملفات البرمجة اللي موجودة عندي. هي عندها ملفات برمجة ومكتبات كثيرة، يعني يسموها library. أنا لازم أذكر هذا الملف اللي موجودة به هذه الدالة، بعدين يلا أقدر أنفذ البرنامج. يعني لغة سي بلاس بلاس ما راح تفتهم شنو معنى هذه الدالة إذا ما موجود الملف مالتها، الملف يقصد المكتبة أو اللايبراري اللي موجود بيها هاي الدالة ومبرمجيها مسبقا. زين، شنو هذا الملف؟ وين أكتبه على مود
اعرف سي بلس بلس انه هاي الدالة من راح تقراها هي وتشوف الملف موجود ذاك الوقت تنفذ البرنامج. المكتبات او استدعاء المكتبات او الملفات اللي موجود بيها الدوال اللي انا اريد استخدمها دائما اكتبها قبل كلمة مين، يعني اروح على بالبداية واضغط انتر على مود اخذ فد مسافة اكتب بيها يعني المكتبة اللي موجودة بيها الشفرات او الكلمات المتفق عليها بيني وبين لغة سي بلس بلس اللي راح استخدمها بالبرنامج. يعني هي اكو مكتبات كثيرة بس انا ما اكتب اي مكتبة، بس المكتبات اللي اني راح استخدم الدوال مالتها بالبرنامج. زين، شلون اعرف المكتبة او ابدي اكتب المكتبة باللغة سي بلس بلس؟ اكتب هذا الرمز هاش، اكتب كلمة انكلود، طبعا اكتبها يعني small include، هو ذاك اللي اياها بالاقتراحات. زين، وبعدين يعني ها شنو معناها هاش انكلود؟ يعني معناته هذا الرمز لغة سي بلس بلس من تشوف هاش معناته تقول اكو مكتبة راح تتضمن انكلود، يعني تتضمن ويا البرنامج الرئيسي، لان اكو دالة داخل البرنامج موجودة داخل الملف. فمعناته من انا قلت هاش انكلود لغة سي بلس بلس راح تفهم الهاش معناته اكو مكتبة لا راح تنذكر، كلمة انكلود يعني معناته ضمن، يعني ضمن لي او اربط لي او مثلا خلي لي هاي المكتبة ويا البرنامج على مود البرنامج من يشوف دالة معينة يفتهم انه هي موجودة داخل هاي المكتبة اللي انذكرت ودائما قبل المين. زين، شو اسم هاي المكتبة؟ شلون اذكرها؟ اذكرها بين هذه العبارتين اكبر واصغر. شو اسم هالمكتبة اللي تخص هاي الدالة؟ يعني هاي الدالة داخل يا مكتبة، شو اسمها؟ المكتبة اسمها IO 60. يعني input output stream، هاي بيها دوال، هاي المكتبة بيها دوال تخص عملية الإدخال والإخراج. بما أنه أنا أريد أطبع فد رسالة معينة، مو صحيح، أنا أريد أطبع رسالة معينة على الشاشة، معناته هاي عملية إخراج على الشاشة، فاستخدمت دالة السي أوت واللي هي فعلا معناته عملية إخراج. هاي الدالة سي أوت موجودة داخل هاي المكتبة اللي اسمها IO، يعني Input Output Stream، اسمها خليته بين علامة الأكبر والأصغر وقبلها كلمة include. هسه بيجي حالة البرنامج راح يتنفذ، خلينا نشوف. نضغط هنا Build and Run، البرنامج أيضا ما تنفذ. ليش؟ راح نقول ليش. لأن هاي المكتبة ضخمة جدا وبيها أجزاء معينة، فلازم هاي المكتبة أحدد الجزء اللي موجود فعلا بيها هاي الدالة. فبعد ما حددت المكتبة لازم أحدد هي بيا جزء بالمكتبة. أستخدم العبارة using okay space namespace std وفارزة مربوطة. هذه العبارة معناته انه الدالة اللي سي اوت موجودة في هذا الجزء من هذه المكتبة. هسه واحد يقول هاي لغة سي بلاس بلاس معقدة، فعلا، ولكن هذه الامور راح تكون أمور طبيعية. يعني بعض لغات البرمجة المتقدمة
يعني ما بيها هاي التفاصيل مباشرة، ما بيها حتى فائزة مضغوطة، وما بيها مين، وما بيها أقواس، مباشرة تكتب print بين قوسين وتكتب الرسالة. ولكن هذه راح تعطيك انطباع انه البرمجة شلون دا تصير، شلون قاعدة تشتغل. زين، هسه انا من انفذ البرنامج يتنفذ، خلينا نشوف البرنامج يتنفذ، طلعت الشاشة. زين، طلعت العبارة اللي انا كنت اقصدها. اي نعم، هياته Welcome Archer. طلعت العبارة اللي انا كتبتها بين الدبل كوتيشن، بين علامة اقتباس، واحنا قلنا هاي السطرين الاخيرة بس مجرد، هذا زمن تنفيذ البرنامج ما يهمنا، هذا فد شي خاص بالبرنامج كود بلوك، وهذا press any key to continue، عنده يقول لك اضغط على اي مفتاح او اضغط على مفتاح انتر على مود تطلع من هذه الشاشة، يعني تسد شاشة التنفيذ، اضغط انتر. اذا هذا ابسط برنامج انه اني اريد اكتبه بلغة سي بلس بلس، اللي مجرد طبعت رسالة على الشاشة. هاي الخطوتين راح تكون يعني دائما متكررة، بس على مود نفهمها انه هي بما انه اني استخدمت دالة اسمها سي اوت، هاي دالة السي اوت مسؤولة عن طباعة رسالة او معلومات على الشاشة، كان المفروض انه اذكر هاي الدالة موجودة في اي مكتبة على مود اربط هوية البرنامج، فاستخدمت الرمز هاش معناته انه اكو مكتبة راح تنذكر، وكلمة انكلود يعني معناته راح تتضمن او تنربط ويا البرنامج. شو اسم هاي المكتبة؟ اخليها بين علامة اكبر واصغر اللي هي اسم المكتبة IO stream input output stream. زين، هاي الدالة اللي انا استخدمتها بيا جزء من المكتبة موجود بالجزء اللي اسمه std، فلازم اكتب اقول using يعني استخدم namespace المساحة او الجزء الخاص بالمكتبة اللي اسمه std، اختصار كلمة استوديو ممكن. هذه فائزة منقوطة ضرورية، فبالتالي هاي السطرين راح يكون يعني ما يعتمد على فكرة البرنامج، فكرة البرنامج تلخصت هنا انه انا اريد اطبع رسالة على الشاشة، ولكن هاي الخطوتين خاصة بلغة البرمجة، هي بلغة السي بلاس بلاس، ما خاصة بلغة يعني بفكرة البرمجة. فيعني اني اضطريت انه اهيئ او اكتب بعض الاوامر على مود لغة سي بلاس بلاس تفتهم انا شنو اللي اقصده، والا هي الفكرة تتلخص بسطر واحد، في حين يعني اكو لغات اخرى اسهل بكثير من هاي الدوخة كلها. ولكن لغة سي بلاس بلاس هي لغة مهمة، الواحد اذا يبدي بيها ويتعلم برمجة بيها بقية اللغات كلها راح تكون سهلة وبسيطة عنده. اذا هذه يعني اول وابسط برنامج ممكن ينكتب بلغة سي بلاس بلاس، يعني تقريبا لهنا راح يكون نهاية الفيديو، ونكمل بالحلقات الجاية شلون راح نطور هذا البرنامج، ممكن نضيف عدة أسطر، ممكن نضيف بعض كلام، وشون دالة السي اوت نقدر نستفاد من عدها ونشوف شنو كل إمكانياته. فإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، مع السلامة.